السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا موتور الإكسترايل نهبطوه كامل لطه، خاطر كبير ومن فوق المكان ما يرفعش، فنهبطوه من لطه بسهولة تامة. أما بعد ما نوسعوه لبعض الحاجات اللي هما شدوا فيه، خاطر البون ركب فيه هو، هكا علاش؟ دارت رهاه شوي. هنا سلك تعد. شوي. شوي. يزيد صح. طلع ساعد طه بشوي خليك خليك تصبر خليك هذيك تأسك اللي أنا هبطت وين؟ أمور نعم كيف طلع الشيء هذي ما تنجدوه لهنا تو هكا كتو هزو الكهرباء لفوق شفتوه يعني خاطر كبير والبواتة كبيرة والبواتة فيها الترانسفير متاعها اللي هو دوبل بون فيها الكل هكا علاش ما نجموش نطلعوه من فوق لابد باش ينزل من لطه تو بعد ما نزلناه هكا شويه لطه هبطناه لطه نهزوا الكاروسه شويه نهزوا الكهرباء لفوق شويه ونجدوه هكا تجبد الملاطة الجامة هذه كلها السبب الرئيسي في حرقان الكلاس اللي هي الباستي هذه هو طبعا الكلاس مهري بطبيعته لكن عنده الباستي هذه بتاع الماء تنخبط ما فقش بها فرغت له من الماء هذه سبب زاد من الاسباب اللي هو يكون سبب في مشكلة الكلاس ونفخان الماء أنا ما الكلاس مهري والباستي مهري ها؟ في حتى البلوك بدي تسكر جمل تسكر هذوما بلو سخ جمل هذوما كلهم سكروا بلو سخ فما نقب هذوما متاع الماء كلهم سكروا بلو سخ هذا كله سخ أنا دبرت عليه باش يبدل الموتور باش نبدلوا له الموتور يكون أفضل خير ما يقعد يعاني في المشاكل نتاع الكلاس وغيرها واجبنا له موتور باش نركبه ان شاء الله كنت شرحت عليه الموتور هذايا في الفيديوهات الاولين اللي بعثهم لي الكلاس كاش مهري ودبرت عليه باش يغير الموتور باش ما يقولش يعاني انا شوفوا هنا كلها خاطر يطيب مع بعض الموتور كله يطيب مع بعضه من غير ما يقعد يعني من بعد اوكي نزلناه كامل نزلناه من اللطه خاطر من فوق ما كبير ما يخرجش من فوق هذا هي فلتر البيئه نتاع نيسان اكسترايل شفتوه كيش يجي راكب ديريكت في التربو في الكولكتير يعني كلها مع بعضها يعني والمكان نتاعو يا لطيف نحانو مشكلة يعني شفتوه هذايا التربو نتاعو هذايا التربو نتاعها شوف التربو صغير يجي والكاتاليزور قد التربو يمكن 10 مرات شوف ونحانو بمشكلة المكان وقت يبدا راكب بالطريقة هذه شوف مغطي بالطولات هذوما والتربو يجي هكا مقابل الراديتار هذه الالكتروفان نتاع التربو هذا ما الديتات نتاع الماء هو هذا يبرد بالماء والزيت الاثنين عنده تبريد بالماء والزيت التربو هذا
هذا البلوك فيديو. هذه نيسان إكسترايل، هذه الموتور بتاعها معناتها لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.